انا في الوقيته اللي كنا كنصوروا كنت غادي نوض، كنت غادي نحبس التصوير، ما كنتش غادي نكمل معاها. ما عرفتش خايفين، ما عرفتش ياك دابا حكيت حمل المسؤوليه كلها الحفيظه، لا ما غنحملش غير حفيظه بوحدي حتى المسؤوليه كنحملها حتى هيايا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في الموضوع ديال إيمان 26 سنة، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. إيمان 26 سنة، الأم ديالها قبل الوفاة بثلاثة أيام عطتها سر اللي هو أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. صدمة كبيرة بالنسبة لإيمان، هنا بدأت عندها حياة أخرى تبحث عن من هي الأم ومن هو الأب. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل لعدد كبير من المتتبعين اللي كيتبعوا هذا الموضوع. آخر الحلقات في الموضوع شفناها مع أستاذ حسنة الشق القانوني وكذلك الجانب الإنساني اللي كان هي السبب في التواصل ديالها بأحد الأطراف في الموضوع. أحد الأطراف هو السر اللي قالت ليها الأم ديالها قبل الوفاة بثلاثة أيام، قالت ليها بغيت أعرف أمك وباك. شوفي مع حافظة ومحجوبة، أول لقاء في الفيديو السابق كما تبعتوا معنا كان عندنا مع محجوبة عطاتنا تصريح في داك الشيء اللي كتشهد به هي. من بعد شفنا الموضوع مع إيمان، قالت لي معطيات أخرى. كيفاش تبعوا معايا؟ كنتي معنا في اللقاء مع أمي محجوبة، متقدمة في السن، ما يعطيها صحيحتها كما كان الحال. هي داك الشيء اللي قالت لك عرفات راه قالته لك، ولكن اللي جاني غريب هو لقيتي كاين شي أوديوات وشي كلام آخر كان قالته لك مخالف اللي قالت. وعاودي لي الامور كيفاش. منا مشينا اخر مره فاش مشينا عند امي محجوبه اللي غادي نبقى نقول لها امي، قالت لنا انها جات حفيظه هي اللي كتعرف الام ديالي، هي اللي كتعرف الام البيولوجيه، هي والجده ديالي الموت الام ديالي البيولوجيه هي اللي كتعرفهم. الهضره اللي قالت امي محجوبه انها حتى هي مشات معاهم، مشات هي والام ديالي رابعه الله يرحمها، مشات هي وياها قالت لك العين السبع عند حفيظه، مشاو عند العين السبع الفيلا ديالها اللي فكينا في عين السبع. تما قالت لك فاش مشينا بقات امي محجوبه في الدار ديال المحافظه، ومشات حفيظه هي والام ديالي اللي مربياني، مشاو عند الام ديالي اللي البيولوجيه العين السبع كيف ما كتقول في الكاريان ديال عبد الله بن الحاج. تما قالت لك فين جابوني، ومشاو هما شي بربعه بهم ومعهم انا، مشاو عند رجعوا للفيلا عند حفيظه. قالت لك تما فين شافت امي محجوبه، فين شافت الام ديالي البيولوجيه لا هي لا الجده ديالي. قالت لك صافي عطوني ليهم، جابوني للدار له المحافظه ومحجوبه والام ديالي المربياني. وانا فاش هي قالت هاد الهضره كامله انا ما اقتنعتش بالهضره ديالها، حيت الهضره ديال النهار الاول فاش مشيت عندها انا اول مره ماشي هي الهضره اللي سمعت منها انايا. كنت بغيتها غير تعطيني غير شي غير كلمه من هذاك الهضره كامله اللي قالت لي داك النهار ما كيناش. كانت قالت لي ان الام ديالك هي والاب ديالك مزوجين، ما قالتهاش فينا هما، يلا كانوا مزوجين علاش ما قلتيهاش؟ قالت لك انها مشينا وتغدينا عند الام ديالك في الكاريان، فينا هو؟ فين هي الهضره ديالك؟ انا الحاجه الوحيده اللي بغيت نعرف علاش هاد الغموض، علاش انا بغيت نعرف علاش. هذا هو السبب اللي انا الهضره كامله اللي قلتي ليا ما مقتنعاش بها وعمرني ما غنقتنع بها، حيت انا باغا الحقيقه وغادي نعرف الحقيقه منك ولا من اي واحد، حيت الهضره كل اللي قلتي ما كايناش منا،
ما كاينه حتى شي حاجه من ديك الهضره كلها اللي قلتي ليا. كاين واحد الاسم ذكرتيه ليا تا هو سمعته دابا، قلتي فاطمه، شكون هي فاطمه؟ قلتي ما ذكرتهاش هي. اه في الاوديو ديالها اللي صيفطت ليا محجوبه، لا هي لا الابنه ديالها لا مرت ولدها صيفطوا ليا كيقولوا لي راه فاطمه عارفه، كانت عارفه الاسم ديال الام ديالك. ومن من سولتها، فمن سولتها قالت لي لا ما عارفينش، لا كل شيء عارف الاسم ديال الام ديالك. من كيوصلوا الحقيقه وسميتو كيقول لك لا احنا ما عارفينش. وانا كيف ما بغى يكون نوع هذا الشخص لا من عائلتي لا من عائله الام ديالي او الاب ديالي الله يرحمهم اللي مربيني، وغادي نعرف انهم كانوا شي واحد عارف الحقيقه ومخبي عليا، راه عمرني ما غنسمح ليه كيف ما بغى يكون نوع هذا الشخص. وهاد فاطمه شكون هي فاطمه في المعلومات اللي عندك انت؟ هاد فاطمه بنت خالي، هي اللي كانت في الام ديالي منا، كانت كتخدم، ما يمكنش انها تخليني مع شي حد، وهي كتقول لك انني هي اللي مربياني. ماما واش ماما كتخاف منهم، خايفه انهم شي نهار يديوني وتخليني عندهم، هذه راه ما يمكنش. ماما معمرها ما خلاتني عندهم، ماما كيف ما عرفت ان بنت خالي كانت هي اللي مربياني، وانا من اللي حليت عيني حليتهم فيها كنقول لها اختي. فاطمه ما وصلتيش لعندها انت تسوليها في هادشي؟ فاطمه قالت لك ما عارفه حتى شي حاجه، سولتها قالت لك ما عارفه والو. واش هي اللي فهمت انا من الكلام ديال امي محجوبه انه الثقل كله دابا صيفطاتو الحافظه، حافظه اللي الوضع ديالها ليس على ما يرام، يعني الوضع الصحي ديالها. بنت امي محجوبه قالت لك مشات عندها، لقات الوضع ديالها ماشي هو هذاك، ما قدرتش تسولها، يعني كتشوف بانه الثقل كله مشى الحافظه. كيفاش كتشوفي الام؟ بغاو يتهناو من هذا الموضوع صافي، حيت بنت ولدها في الميساج في الاوديو ديالها قالت لي احنا صيفطنا لك العنوان، ها عماتي مشاو، احنا صيفطنا لك العنوان ديال حفيظه وسيري عندها دابا، ها امي عطاتك واحد الخيط دابا امي خليه عليك في التيقار. ومن بعد واحد دقيقه ما كايناش مسحوا الاوديو وعاودوا صيفطوا لي اوديو واحد اخر، ما فيش نفس الهضره اللي قالت لي البنت الولد، ما فيش انها من قالت لي ما تجبديش صافي فوتي عليك امي، هذه ما قالتهاش في الاوديو الثاني. علاش هذا الشيء كامل؟ من سولتهم قلت لهم واش عارفين كنتوا واش سميتها، قلت لها واش فاطمه عارفه الاسم، كانوا عارفين الاسم ديال الام ديالي، قالت لك لا. وانا في الاوديوات اللي عندي في التليفون كيقول لك فاطمه كانت عارفه وهي اللي عطاتنا العنوان ديالها. علاش هذا الشيء؟ ملي دوزنا معاها الحوار وعدد كبير من المغاربه تبعوا القصه، ما قدرتيش تسول هاد الاسئله انت؟ انا في الوقيته اللي كنا كنصوروا كنت غادي نموت، كنت غادي نحبس التصوير، ما كنتش غادي نكمل معاها صافي، وانا نقول غير خليني باركه وماشي. اي ولكن علاش ما قدرتيش انت تقولي لي؟ حيت بانت لي مراه كبيره في السن ومريضه، ما بغيتش نجرحها، ما عرفتش، خايفين ما عرفت. ياك دابا كتحمل المسؤوليه كلها الحفيظه، لا ما غنحملش غير حفيظه بوحدي المسؤوليه، كنحملها حتى هيايا. انا كيف ما قلت لك انا جاتني امراه كبيره في السن ومريضه، والحاجه الوحيده اللي غادي نقول لها هي انها تراجع وتقول لي الحقيقه، حيت داك هذيك الهضره كامله اللي قالت لي انا ما تقبلتهاش وعمرني ما غادي نتقبلها. واخا هي دابا بغات تحط المسؤوليه كامله على حفيظه، انا كنحملهم بجوج، انهم بجوج بهم خاصهم ضروري يقول لي الحقيقه. انا عندي واحد السؤال اخر كيخصك انت بعيد عن الموضوع ديالهم، هو ايمان الوضع الصحي ديالها ليس على ما يرام، تكلمي لي على المرض ديالك والمعاناه ديالك، داكشي اللي انت متسترا فيه ما خطرتيش تقولي، قولي لي. انا المرض ديالي دار ولا عندي من كنت عندي عامين، بدا كيبان كما قالت لي الام ديالي اللي مربياني، قالت لي الرجل اليسريه ديالك هي الاولى من الشوفيه عواجت، قالت لي ومن بعد ديتك عند الاطباء وكل شيء، قالت لي من بعد رجعت لك الشوفيه كيف ما كانت، من بعد قالت لي تبلوكات لك الركبه من العصبه، قالت لي الا تسرحات ما كتبغيش تجمع، ولا تجمعت ما كتبغيش تسرح لك. ومن انا كنقول لها ومناش هذا الشيء يا ماما، قالت لي ما عرفناش مناش، هي كانت غير مخبيه عليا مناش، كانت مخبيه عليا الحقيقه
مش انني نعرف اولا شي حاجه نقول لا انت علاش درتي ليا هكا ولا سميتو، يعني ما كانش كتقول لي حتى شي حاجه، صافي بقات المعاناه ديالي. ولكن علاش مخبيه عليك المرض؟ ما فهمتش. حيت فمن ماتت من مشيت عند مرات ومشيت دوزت عند الطبيبه ديالها، كانت ما كتعاود ليها كل شيء، كانت كتعاود للطبيبه ديالها كل شيء، وهي تمشي قالت لي ايمان، قلت لها نعم من عرفتني انني عرفت الحقيقه وكل شيء بان ديك راه غير مربياني. قالت لي ايمان، قالت لي نقول لك واحد الحاجه، قالت لي تقبليها ولا ما تقبليهاش. قلت لها شنو؟ وهي تقول لي راه ما كايناش شي ام غتربي بنت وغتعرفها مريضه. قلت لها كيفاش؟ قالت لي اه، قالت لي حيت الام ديالك البيولوجيه قالت لي كانت كتشرب شي حاجه لانها هي اللي هي السبب ديالك بانك مريضه. ومن مشيت سولت سميتو قالوا لي اه، من سولت العائله اللي عارفين واللي اقرب من ماما قالوا لي اه ايمان كاينه هاد الهضره. اول طبيب مشات عنده ربيعه الله يرحمها قال لها شنو كنتي كتشربي من كنتي حامله ببنتك؟ قال لها هذاك الشيء اللي كنتي كتشربي به اللي كنتي كتشربي هو اللي اثر عليها. وكانوا كيجيبوا لي شي براوات من برا، قالت لي كون ما كانوش هذوك البراوات قالت لي ما كنتيش غادي تموضي، ما كنتيش غتقدري تمشي. هاد التمشي اللي كتمشي ما كنتيش غتمشي. واخا دابا انت تبارك الله 26 سنه كبرتي نضجتي عرفتي بحق الوقت كما كنقولوا بديتي تطبيب، شنو التشخيص الطبي اللي تيقول لك الاطباء؟ واش هاد الحل عندك ممكن انك تمشي بحالك بحال الناس؟ واش كاين شي امال؟ واش كاين شي عمليه جراحيه؟ شنو كاين في الموضوع؟ شنو المتطلبات ديالك؟ سميتو كانت في 2015 كنت واحد مشيت الطبيبه عطات الماما قالت لها تمشي ضروري عند الطبيب في ميريزغو هو اللي غادي يشوف الحاله ديال ايمان باش انها دير عمليه. مشات ماما، مشيت انا وياها، ديك الساعه ما كنتش كندير العكاز ما حتى شي حاجه، كنمشي واخا هكا كنت كنمشي مزيان شويه. من بعد خرج لي كل شيء قال لماما ايمان عندها العمليه سهله، قالها سهله ولكن قال لها الحاجه الوحيده اللي خاص ايمان هي هذيك العمليه وهذيك لاباراي ديال المغرب ما خاصهاش الايمان. وهي ايمان قالها مازال مازال قالها ما وصلتش للسن القانوني ديالها باش انها تحبس من الطول، قالها مازال، قالها مازال خاص ايمان. وتقول لي ماما شنو هو الحل؟ قال لها الحل الوحيد هو ايمان خاصها لاباراي ديال برا. قال لها ولكن قال لها شوفي، قال لها انا غادي ندير المستحيل، غادي ندير اجتماع مع الاطباء وغادي نشوف الحل الوحيد اللي مع ايمان. قال لها ايمان ضروري خاصها باش انها ترجع كيف ما بحالها بحال اي بنت سميتو. قالت لي ماما واخا صافي. هذاك الشيء اللي كان مشى داروا اجتماع، في كل شويه كيعيط لي، كل سيمانه كيعيط لي كيقول لي ايمان راه غادي غير ما ديري حتى شي حاجه في بالك راه غادي نعيطوا راه غيكون خير ان شاء الله باش انتيا تولي انتي دير هذيك لاباراي ديال برا ونشوفوا شي واحد اللي يتكلف لك بها. قلت لي واخا صافي. من بعد مشيت نعس في السبيطار، الطبيبه لحت على ماما ديالي انها تنعس في السبيطار، قالت لها جيبي ايمان تنعس راه عندي لها واحد الحل حسن لها من لاباراي، حسن لها من العمليه. ماما تاقتش فيها حيت ماما كانت اي ماما تاقتش فيها. مشيت نعست من وراها ولاو كيدقوا لي براوات في الركبه، وهذوك البراوات هما اللي خرجوا عليا صف مره، ما بقيتش كنقدر انني نمشي للمدرسه ما حتى شي حاجه. صافي من بعد من خرجت من السبيطار تلاقينا معاه نفس النهار اللي غادي نخرج انا من السبيطار تلاقينا معاه. قال لماما شوفي، قال لها جيبي ايمان غدا واجي عندي، راه عندي لواحد الخبر زوينه. ماما ما قدراتش حيت الطبيبه كذبات عليها، قالت لها واش تبغي بنتك كل 5 سنين ديري ليها لاباراي، كل 5 سنين تحولي لها رجلها وديري لها لاباراي، في الاخر غتقطعي لها رجلها. ماما بهذاك الخوف ما قدراتش، ولكن مع المده من دازت المده ماما ندمات. دابا عطيني التشخيص، دابا من مورا ملي توفات مشيتي للطبيب، واش عندك شي امل مازال؟ باقا ما مشيتش من ورا الوفاة ديال ماما، يلا غادي نمشي عندهم في شهر جوج. انا كنتمنى ان يكون امل وندير العملية. الله يوفقك يا ربي، وحنا معاك حنا معاك. عدد كبير من المغاربة كيتبعوا القصة ديالك وشافوا الفيديو اللي عرفوا الوضع الصحي ديالك. يا ربي نوصل النتيجة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذا هو واقع الحال. إيمان تتحمل ما لم تتحمل الجبال، مجموعة من اتجاهات. الإشكال الأول عدد كبير من المغاربة كيعرفوه، السر الدفين اللي كان عند الأم
ما قالتوش ليها الا قبل الوفاه بثلاثه ايام. هنا لقات راسها كتعيش في واحد الدوامه، اين هو الاب واين هي الام؟ مشاهدينا الكرام، فيديو اخير شاهده هذا كيخصها هي بطبيعه الحال، عطاتنا معطيات كما تبعتوا معنا، الا ان ايمان المعنيه بالامر لها راي اخر، كتشوف امور اخرى، كتشوف تناقضات في الموضوع، ولا زلنا على تتبع الملف. الجانب الثاني مهم جدا وهو حفيظه، حفيظه كل من ساهم وعنده صله الوصل معها ارجوك يوجه الله عز وجل ما لك من معلومات لمساعده ايمان من اجل توصل الهدف، تعرف شكون هو باها وشكون هو امها. هذا جانب. ثم حنا على تتبع الوضع الصحي ديالها اللي هي ما تتمشاش كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع قصه ايمان، وسوف نوافيكم الجديد في الوقت اللي نتوصلوا به بطبيعه الحال. كما نشكر كذلك استاذه حسناء على التتبع ديالها والاطار القانوني اللي عما قريب غادي يشتغلوا فيه للوصول للهدف. نتمنى ان يكون الحل بطريقه وديه وسلسه، والاحتمال الثاني اللي هو القضاء الجلي سيد القرار. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.